المزيد وتفاصيل أكثر حاضرة بالتأكيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي. ينضم إلينا الأستاذ ياسر قصاروي المتحدث باسم تعاونية منتجي العنب في جنين. مساء الخير وحياك الله. مساء الخير لك أخت رشا وللمستمعين والمشاهدين جميعا إن شاء الله. يا هلا بك، أهلا بك ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية. أستاذ ياسر، أنا بدي أبدأ مش من المهرجان، بدي أبدأ من العنب، جنين والعنب نمطيا. نعم. ربما نحن يعني متعودين على أنه العنب خليلي وهذا أكثر يعني نمطيا يعني متعارف عليه، واليوم بجوز عندنا فرصة من خلالكم نعرف عن جنين والعنب. نعم صحيح، يعني احنا بس نحكي عنب بتبادر لنا اخواننا في الخليل. نعم. بس حاليا احنا في زي ما حكى الاخ عمر بالتقرير انه في عندنا تقريبا 4200 دنم مزروعه في العنب في محافظه جنين. طبعا الصنف الاساسي المزروع عندنا اللي هو البيروتي، يمكن بالخليل حتى مش موجود كثره، لانه بالخليل بزرعوا الاصناف الثانيه اللي هو الزيني، معظمه العنب الزيني. عندنا موجود الصنف الرئيسي احنا البيروتي. طبعا صار ما يقدر اسم بيروتي الكل يتبادر له بشره العنب جنين. نعم الأستاذ ياسر، يعني المهرجان عمليا في سنة 2023 هو ينظم للعام السادس على التوالي، وبفكر وأعتقد أيضا أنه تراكميا يعني يتم تكرير التجربة أو تكرار التجربة بكل عام، بمعنى أن المهرجان يعني يؤتي نتائج جيدة ومرضية للمزارعين المشاركين. كيف هي الصورة؟ أطلعنا عليها. صحيح، كل سنة الحمد لله رب العالمين احنا في تقدم، سواء كان بالنسبة لنوعية الإنتاج وبالنسبة للمهرجان أو معرض العنب. فكل سنة في تقدم، يعني صارت الناس تسألنا وين تبدو يصير المهرجان؟ تستنى تنتظروا بالساعة يعني كل سنة. أنت بتقصد المزارعين يعني ولا المستهلكين؟ المستهلكين، أنا بحكي عن المستهلكين مش عن المزارعين. المزارعين يعني برضه بيستنوه، بس اللي صار يستناه بشغف اللي هو المستهلك. لأنه بشوف كل الأنواع، معروضات كثيرة، يعني من وين ما بده بيختار بيشتري، وبنفس الوقت في سعر تشجيعي بيكون بأيام المهرجان. نعم. مش بسعر السوق، احنا بنبيع اقل من سعر السوق او اقل من سعر السوبر ماركت خلينا نحكي. يعني الاسعار اللي بيتم البيع فيها استاذ ياسر هي اسعار تفضيليه عمليا ضمن ايام المهرجان؟ نعم صحيح، هي اسعار تشجيعيه مقارنه مع اسعار اللي بياخذها المستهلك من السوبر ماركت او محلات الخضار. طيب. يعني حاليا يعني مشاهداتنا امبارح مثلا انه أيوة. في عنب بنباع ب 12 شيكل الكيلو. نعم. واحنا بنبيع الكرتوني 5 كيلو ب 25 شيكل، ففي فرق كبير بالسعر. طبعا هذا الفرق لمين بيروح؟ لجيبة التاجر. صحيح، سواء في هاي الحاله لا المستهلك استفاد ولا المزارع استفاد. لانه لما يكون السعر غالي زي هيك بتكون القوه الشرائيه او الطلب على البضاعه اقل، مش زي لما انا ابيعها بسعر اقل منافس فعلا وتفضيلي. وربما هذا يعني بيخلي فرصه يعني قدام المستهلكين عمليا. نعم صحيح. انه نعم صحيح. يعني انه يشتروا العنب باسعار تفضيليه عمليا. نعم طيب. صحيح، فبتشجع انه يشتري. صحيح تمام، وايضا منصف بالنسبه للمزارع، لانه المزارع يعني بحب اعرف من خلالك استاذ ياسر يعني اوجه الفائده التي تعود على المزارعين من خلال تنظيم احداث اقتصادية مثل هذا النوع، مثل نوع الأيام التسويقية لمنتج زراعي معين، وإحنا موضوعنا اليوم طبعا عنب جنين. شوف في بداية الموسم عادة بصير تدفق عالي بالإنتاج، الكل بنزل الضغط مع بعض، فبصير يعني السوق بصير عنده تخمة من هذا الصنف، فبتنزل الأسعار. أوكي. احنا لما نروح للأيام التسويقية يعني أقلنا فيها، خففنا الضغط على الحسبة، وبنفس الوقت وصلنا بضاعتنا بسعر منيح للمزارع وسعر منيح للمستهلك. فاحنا ضربنا عصفورين بحجر واحد او اكثر من عصفورين، فالفائده بتعم على الجميع. نعم، المزارع والمستهلك على حد سواء. طيب انا بحب اعرف كمان من خلالك استاذ ياسر، اليوم الاخير عمليا هو لايام المهرجان. نعم. فهمت منك بانه هنالك جدوى اقتصاديه طبعا تعود على الطرفين، على المزارع وايضا على المستهلك. بحب اعرف منك كيف تفاعل المستهلكين مع الايام المهرجان، كونك كنت موجود طبعا خلال اليومين الماضيين، واليوم كمان انت بتحكي معنا من هناك. نعم صحيح، الإقبال كان ممتاز جدا، يعني لمسنا انه احسن من العام الماضي مثلا.
سواء على المبيعات المزارعين او على زيارات المستهلكين. يعني كانت في اوقات يعني كانت اوقات الذروه كان يكون مكان المهرجان ممتلئ بالمستهلكين. كان من وين كانوا الرواد المهرجان وزواره من وين اجوا؟ والله شوف معظمهم طبعا من منطقه جنين بس كان يوصلنا ناس من اخواننا عرب الداخل وفي المحافظات الثانيه زي نابلس مثلا طولكرم يعني اجوا عندنا ناس برضه سامعين بالمهرجان واجوا علينا. تمام، هذا مهم جدا كمان انه بيكون في فرصه كمان لتواصل ابناء المجتمع الفلسطيني مع بعضهم البعض. نعم صحيح. اهلنا صحيح. بالداخل بيجوا على جنين صحيح. وهكذا، وهي فرصه يعني ربما قيمه اجتماعيه مش قيمه اقتصاديه عمليا ولكن نعم هي قيمه اجتماعيه نعم مهمه لمثل هاي الاحداث الاقتصاديه. طب بالارقام استاذ ياسر خلينا يعني ان بامكانك ان تطلعنا على ارقام متعلقه بزراعه العنب في جنين، في بدايه كلامك قلت انه مزروع 4200 دونم في جنين، شو طاقتهم الإنتاجية؟ شو بيعملوا إنتاج مثلا بكل موسم؟ يعني في صعوبات كمان في تسويق هذا الإنتاج أو لا، كونه جنين حالة خاصة وأقصد خاصة هنا بأنه هي مستهدفة من طرف الاحتلال وبالتالي في يعني صعوبات وعقبات عمليا بتواجه تسويق المنتجات المختلفة. أكيد أكيد، يعني اليوم اللي بيكون في أحداث في محافظة جنين ثاني يوم بينعكس هذا الحكي على السعر مباشرة. لأنه عادة بصير إضرابات أو إغلاقات أو إلى آخره أو تخوفات من الناس فمباشرة السعر بينزل كثير. هاي شغلة. المعوقات عندنا زي ما حكينا اللي هو احنا أكبر مشكلة بنعاني منها كمزارعين اللي هو التسويق. يعني بوصل لمرحلة إنه مش عارفين وين نروح بإنتاجنا. للعلم يعني 12,000 طن مش هالرقم العالي جدا بالنسبة للضفة الغربية خلينا نحكي، مش هالرقم العالي كثير يعني ممكن استهلاك أضعافه، لكن إنه بصير عندنا تخمة بالأسواق من هذا المنتج. وهي أكبر مشكلة عندنا زي ما حكيت لك اللي هي مشكلة في التسويق. فبالتالي بحاجة إلى أسواق جديدة، يعني دائما إنه نعم هذا العنب عنب جنين. نعم. عشان هيك في أنا بدي أحكي في جزئية إنه يعني يوم السبت القادم إن شاء الله في عندنا أيام تسويقية في رام الله كمان. كثير ممتاز. يوم السبت والأحد اللي هم 2 و3/9 من الساعة 10 الصبح إلى 7 مساء في ساحة الحرم في رام الله تحتها. نعم يعني هو فعلا أنا أذكر العام الماضي إجا نعم عنب جنين على رام الله نعم صحيح. العام كان عندنا تجربة مع رام الله ليومين برضو كانت ناجحة جدا. نعمل الثاني إن شاء الله نكون نجاح أكثر من العام إن شاء الله. تمام، يعني احنا كمان هون من خلالك استاذ ياسر وانت معنا على المباشر بنقول انه الناس عندها فرصه برام الله انها نعم صحيح. يعني تجرب نعم. وانها تخوض تجربه شراء العنب. نعم جربونا العام وان شاء الله الثاني بنجيب انتاج كمان احسن من العام الماضي وان شاء الله تكون اسعار تشجيعيه كمان زي ما عملناها في جنين. طيب عندي سؤال أخير بخصوص المناطق، يعني هو سؤال هون مش اقتصادي ولكن هذا عشان العلم بشيء، وين المناطق اللي بنزرع فيها؟ أي المناطق اللي بنزرع فيها العنب في جنين؟ في كل أنحاء المحافظة، في جنين كل أنحاء المحافظة، كل محافظة جنين مناسبة لزراعة العنب فبنزرع في كل المناطق. يعني ما بتتركز مثلا بمنطقة ميثلون أو مناطق معينة؟ اللي هم قباطية ومثلية. نعم. هذول اكثر بلدين فيهم عنب. طيب احنا لحد هون بدنا نقول لك شكرا كثير استاذ ياسر واكيد رح نكون بانتظاركم هون برام الله بدايه الاسبوع الجاي سبت واحد القادمين. سبت واحد 2 و3/9 من الساعه 10 صباحا حتى 7 مساء. يعني اكيد بانتظاركم وان شاء الله بنكون معكم احنا كوطن يعني كمان بنكون معكم وعندنا فرصه في التغطيه وعندنا فرصه نكون معكم في سوق الحرجه. سبت بتشرفونا انتم وكافه المستمعين والمشاهدين ان شاء الله. اهلا وسهلا بالجميع. اشكرك استاذ ياسر، شكرا جزيلا لك المتحدث باسم تعاونيه منتجي العنب في جنين، شكرا جزيلا.